يسأل أخونا هل يجوز أن نصرف زكاة المال وأن نتبرع بها على إخواننا في البوسنة والهرسك أو الصومال ودهونا جزاكم الله خيرا؟ يجوز ذلك، لكن بشرط أن يكون الطريق الذي يوصل إلى هؤلاء المحتاجين أن يكون طريقا منضبطا لتطمئنون إلى وصول الزكاة إلى مستحقيها من المسلمين في البوسنة والهرسك أو في الصومال أو في أي مكان. إذا وجد طريق سليم يؤدي الزكاة إلى المسلمين المستحقين جاز ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ في آخر السؤال فقرة شيخ صالح لعل لكم تعليق عليها، يقول أمن من الأفضل كونها في الأقارب والأهل؟ هذا هو الأصل، الأصل أن تكون زكاة المال في البلد الذي فيه المال. في قوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان لهذا النقل مبرر، كان يكون ذلك البلد البعيد محتاجا أكثر حاجة فلا بأس بذلك.